رغم كثرة مقاهي الرياض، إلا أن المتميز منها نادر، وهذا ما دفع أحد السعوديين إلى افتتاح مقهى لجذب عشاق القراءة والباحثين ومؤلفي الكتب. تايتل الذي يقع غرب المدينة استغرق تصميمه عاما كاملا ليضم بين جنباته نحو 7000 كتاب. الإقبال أكبر مما توقعت حقيقة، وجدت أنه فيه ناس كثير ارتباطهم بالكتاب وثيق، ووجدوا مكان يربطهم بالكتاب أكثر يعني. خدمات متعددة يقدمها المقهى لكل الفئات، إلا أن الراغبين بالقراءة أو البحث أو تأليف الكتب أكثر من يجد ضالته هنا، فكل التصاميم مستوحاة من الكتاب والقلم. نطمح أن نوصل 12000 كتاب ومن كل الثقافات، متنوعة يعني، يعني كل متخصص ممكن يلقى التخصص اللي يحتاجه يعني، من كل أنواع المعرفة يعني. في أول زيارة لي يعني أنا كان في كتاب أعجبني، طلبت الكتاب قلت أبغى أخذه معي، قال لي خلاص خذ، قال لي تفضل، فبدون ما يطلب يعني مني شيء ولا شيء، خلاص إذا بغيت ترجع الكتاب رجع. ومن بين لوحات فنية وتحف نادرة جلبت لتزيين هذا المقهى، يتسامر كثير من الرواد من ساعات المساء الأولى وحتى وقت متأخر من الليل. أنا شفت الكتب اللي على الأرض وهذه كلها متنوعة من جميع المصادر، سواء ثقافية ولا قانونية ولا اقتصادية، يعني الواحد ما يحتار، أي كتاب يبغاه يحصله في المكان. ومع تعدد أماكن شرب القهوة، إلا أن القليل منها يبقى حاضرا في ذهنك بعد مغادرته. من الرياض، عبد الإله الخليفي، العربية.